لله على السلامة يا ست هانم. أهلا وسهلا، تفضل. طبعا اتفاجئت بزيارتي، بس انا في الحقيقه كنت منتظر وصولي بفارغ الصبر، عشان عايز اتكلم معاك في موضوع مهم قوي. خير؟ في شيء؟ ما تقلقيش، مش هاخد من وقتك كتير، هما كلمتين وهمشي. كامل بالنسبه لي ما كانش مجرد صديق، كامل بالنسبه لي كان اكتر من اخ. كنا دايما نقعد ونتكلم في مواضيع كتيرة أوي، وكان دايما يكلمني عن البنات المظلومات اللي بيدافع عنهم، يحكي لي عن ظروفهم وليه طبل عليهم. طبعا كلمني عنك كتير، قال لي عنك كل اللي يعرفه. ولما كان عايز يتجوزك، أنا في الحقيقة كنت رافض الفكرة دي، مش علشان انت بريئة زي ما اقنعتيه وزي ما قال لي، انما لان الظروف اللي انت كنت فيها ومريتي عليها كان ممكن تسبب لكامل مشاكل هو في غنى عنها. في حاجة تانية كمان عايز اقولك عليها، بيتهيألي، لا مش بيتهيألي، اكيد ما تعرفيهاش، كامل عمره ما حبك، كامل اتشد ليكي لأنك شبه خطيبته اللي كان بيحبها، حب العمر زي ما بيقولوا. أكيد أنت شفت صورتها اللي معلقها في أوضته في فيلا مصر، ها؟ هذه كانت صورة خطيبته؟ ماتت في حادثة الطيارة، زعل عليها أوي، عاش عمره كله حزين، وكان رافض الجواز لحد ما شافك. أصله لاكي صورة طبق الأصل من حبيبته اللي ماتت، عشان كده اتجوزك. أنت برأيك إنه كامل ما كان يحبني؟ بس القدر كان بيحبك، كل الثروة والعز والجاه، وفيلا في مصر وفيلا بيروت وفيلا بدبي، كل ده ما كانش ليكي، كان لواحدة ماتت وأنت خدتي مكانها. بعد لهلا ما عرفت شو جاي تقول لي استاذ اشرف. جاي تقول لي انك بتعرف حقيقتي، وانه كامل تجوزني لانه انا نسخه طبق الاصل عن خطيبته القديمه. اذا جاي لتقول لي هول، المعلومه وصلت. واذا عندك شي تاني تخبرني اياه، فيا ريت تختصر، أنا تعبانة كثير وبدي أرتاح. منتهى الذكاء، عارفة كويس قوي أنت عايزة إيه وإزاي توصلي له. عشان كده خططت للعلاقة اللي بينك وبين كامل، خططت لها ونفذتيها بمنتهى الاحتراف. أنا لا خططت ولا نفذت شيء، وبكل الأحوال هيدي حياتي، وأنا بقرر كيف بخططها وكيف بنفذها، وماني مضطرة برر شي لحدا. هيدي حياتي الخاصة وما بسمح لحدا يتدخل فيها. برافو، هو ده اللي أنا كنت عايز أقوله لك. حياتك الخاصة أنت حرة فيها، تصرفي زي ما أنت عايزة، بس إياك تقربي التصرفات الخاصة لابن خالد. كيف؟ ريم، أنا إنسان واضح وصريح، ما بحبش اللف والدوران. أنت عارفة وحاسة زي ما أنا عارف وحاسس إن العلاقة اللي بينك وبين خالد مش مجرد صداقة وبس. أنا ما أعرفكيش،
لكن أعرف ابني كويس أوي. خالد بيمر بظروف غريبة، مش ده ابني، مش دي تصرفاته ولا أخلاقه. طبعا ممكن ترد عليا وتقولي لي إنك مش مسؤولة عن تصرفات ابني، بس أنا هرد عليك وأقولك لأ، أنت مسؤولة، لأنك أنت اللي خليتيه يحبك. أنا وخالد ما في بيناتنا شيء، نحن رفقة وبس. خالد ساعدني وقتها كنت أنا بحاجة لحدا إنه يوقف حدي. خالد إنسان عزيز على قلبي، أنا مديونة لإله بحياتي، لا أكتر ولا أقل. خالد وقف جنبك وساعدك وأنقذك مش عشان سواد عينيكي، عشان خاطر كامل اللي كان بيعتبره زي أبوه بالظبط. قدر الموقف، سرك كبير طول ما انت بعيد عن ابني، لكن لو عرفت في يوم من الأيام إن العلاقة اللي بينك وبينه ما زالت مستمرة، أنا هتصرف معاك تصرف تاني. أظن كلامي واضح؟ بفهم إنك عم تهددني؟ افهمي زي ما انت عايزة يا شاطرة. الكارت بتاعي عليه اسمي وعنواني ونمر تليفوناتي، لو احتجت حاجة أنا في الخدمة. سلمى، سلمى، نعم ست ريم، خديني على اوضتي. تفضلي ستنا. هيك بدك تضلك صافن رشيد؟ لا بتنام لا بالليل ولا بالنهار؟ ما عم بقدر نام. أنا ما خصتني بشي وما عم بقدر نام. مش عم بفهم كيف أنت عم تقدر تنامي؟ ما بعرف. مين قولي؟ ما بعرف. استجيبي نانو؟ مستحيلة، بدي احكيكي ضروري. هيدا وليد واحد مجنون، بخاف منه، ما بدي افتح له. افتحي له يا نجيبة، احلى ما يفكر انه هربانين منه. قومي افتحي له. سعيدة ست نانو، حسيت هيك مش جاييني نوم، قلت انتو بتكونوا سهرانين ومش جاييكم النوم كمان. قلت بجي بقعد معكم شوي بنحكي، شو رأيك؟ مين قالك مش جايينا نوم؟ أنا رح موت من النعاس وفيتني. هي بس مش مبين عليك إنك نعسانة. فوتي اعملي لك فنجان قهوة نحكي كلمتين على رواق، فوتي. ولا
هلا لما بيجوا الكل بتجيب الصخن. ميرسي رعشة. بك شي حبيبي؟ لا ما بس جعان. بابا تأخر كده ليه؟ يلا صار واصل، هلا بيوصلوا بنقعد بناكل. هما فين كلهم؟ شو بك موتر هيك؟ ايه ماما؟ انت هتفضلي تسألي اسئلة غامضة عشان تتأكدي من الموضوع. ما تقولي انك عايزة تعرفي اذا كان كلام بابا صح ولا غلط. انا ما قلت شي. من غير ما تقولي. انا بحب ريم وهي بتحبني. احنا عارفين ان الموضوع صعب. وعارفين ان ناس كتيرة قوي ممكن تشوف الحب ده على انه خيانة لكامل. وده اللي مخلينا مش عارفين نتصرف. هيدا الحب خيانة لكامل بنظر الناس بس؟ بنظرك انت شو؟ حب حقيقي كنت مستنيه من زمان. حب أقوى مني وأقوى من إحساسي بالذنب. حب ممكن يخليني فرحان وراضي طول عمري. كتير حلو. يعني كل هالمواصفات لقيتها بهذا الحب وبهالوقت القصير هالقد انغرمت؟ بحبها. بحبها قوي يا ماما. بتحبها قوي؟ ليه؟ عشان ضحكت على راجل قد أبوها واتجوزته ولهفت فلوسه وما صدقت بعد ما دفنته بكام يوم. عايزة تكرر نفس الحكاية معاك؟ تضحك عليك وتتجوزك وتلهف ثروتك؟ مفيش حمد لله على السلامة. سلامة؟ انت نسيت اللي عملته معايا في مصر؟ لا ما نسيتش يا بابا، ودي حاجة تتنسي. ده انا اتهزقت زي العيال الصغيرين. لما اب يهزق ابنه فده شيء عادي وله الشرف. المشكلة بقى لما ابني يهزق ابوه. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا بابا؟ معلش، من اجل الموضوع لبعدين. الاكل رح يبرد، انا رح روح عيط لمنصور والبنات. اوكي اذا بفكره الست ريم تصب غضب علي انا بتكون كتير غلطانه. تروح تنتقم من اللي كان السبب. أنا ما لي علاقة. أنا شاب كنت خاطب بنت وفجأة عرفت أنها انحبست دعارة. ضربتها؟ إيه ضربتها. ضربتها لأني كنت محروق من جوا. ومين قالك بدها تنتقم منك؟ ولو ما خبرتك الست نانوش بدها تعمل ريم؟ بدها تشتري المحل والبيت من أبو عبده لتزتني برا أنا وأمي. بدي أقول لك شغلة ست نجيبة. بما انك صرتي مديرة اعمالها للست ريم بتقولي لها تشيلني من راسها نهائيا وما تفتح علي الحرب لانه رح تطلع كتير خسرانه. انا ما دخلني بالقصه. هي حره تشتري اللي بدها اياه وتبيع اللي بدها اياه. انا ما دخلني بالموضوع. مش انت السمساره دخلك؟ انا عم نفذ اوامرها. اوامرها؟ كمان صارت ست ريم تعطي اوامر؟ ليه؟ لأنه صار معها مصاري مدري من وين جايبتهم؟ ليكي بتقولي لها بقول لك وليد بالحرف الواحد إذا أصريتي تشتري المحل والبيت رح يحرق لك قلبك طول العمر، رح يفرجيك نجوم الظهر. تصبح على خير مسيو رشيد. تصبح على خير يا بزنس وومن، يا ست نجيبة، يا أوادي. تلفني لنجيبة، قولي لها الاسم معناه، ضروري تعرف. شو بده يطلع منه هيدا؟ هيدا اللي بيطلع بإيده نجيبة، بوجهه في شر وعيونه بخوفه. تلفني لها وقولي لها بشو عم بفكر، ما تنسى إنه إخواتها عنا وممكن يعمل كل شيء ليحرق لقلبها، قولي لها. معك حق. بكره رح تلفن لها. تصبح على خير. ايه على هالعلقة اللي كنا بغنى عنها.
شو يعني ماما؟ شو يعني؟ يعني كل الرجال مثل بعضهم، كلهم بشعين وعاطلين، كلهم هالقد مأذيين. أنا ما قلت له لكامل يتجوزني، ضربته على إيده وقلت له يحبني ويتجوزني ويعطيني ثروته كله. ليه هيك عميل؟ ليه أقولك هيك عميل؟ هو حلفلي، حلفلي وقال لي إنه سري رح يضل بيني وبينه. بس هو رح خبر صاحبه، عارفة اللي تجوزني كامل؟ لأني طلعت بشبه خطيبته القديمة. بيو لخالد إجا لهوني سمعني كلام كتير مأذي، حسسني انه هو خايف حق ابنه مني. حسسني اني بنت عاطلة كتير، حانه هو بيعرف انه انا بريئة، عارف اني مظلومة وعم يظلمني اكتر. ليش يا امي؟ ليش هيك عم بيصير؟ أنا ما بدي بيو لخالد يروح يخبره، أنا خايفة كتير. أنا ما بدي خالد يعرف من بيو الحقيقة، أكيد رح يفكر إني كنت عم كذب عليه. أنا بدي أقول له، بس أنا ماني قادرة أقول له هلا. ماما أنا بحب خالد كتير. ساعديني يا أبي، دخيل إجريك شو بكون ساكتين هيك؟ الجو مش غريب شوي؟ غريب وبس، يعني صوت الملاعق وشوك مثل صوت غدا المساجين بقاعة الحبس الكبيرة. ليش مثل؟ ضروري الواحد يكون بالحبس ليكون محبوس؟ لتكوني عم تحكي عن حالك ستلين، لأن احنا عم نشوفك بالبيت حتى تقولي عن حالك محبوسة؟ يا جماعة صرنا زمان ما حضرنا سينما، ما فيش فيلم حلو هالايام؟ اكيد في. دخلك خالد، شو عامل بكره بعد الظهر؟ بتسالي ليه؟ لو عايزه حاجه قولي لي تحت امر. كان بدي اشوف اذا فينا نروح بكره نتغدى انا وياك وريم، انا بخلص صفوفي بكره بعد الظهر. تتغدي مع مين؟ مالكم هالست دي؟ حبيتها وما رحت عزيتها ولا شفتها. تعزميني يا حبيبتي،
دي نسيت اصلا انها متجوزه وجوزها مات. وايه لازمته الكلام ده يا بابا؟ الكلام اللي هقوله لازم يتسمع، مفهوم؟ الست اللي اسمها ريم دي تقطع علاقتكم بيها، دي مش من مستوانا، فاهمين ولا لا؟ انا بدي اتغدى معها بابا. ريم بتعقد، ما عم بفهم ليش هيك عم تحكي عنا. انت تنفذي اللي بقولك عليه وبس، فاهمه ولا لا؟ وبتستغربوا بس قول هيدا البيت مثل الحبس؟ هلا فهمت شو عم بحكي ماما؟ تعالي هنا يا بنت. قلت تعالي يا بنت. ليه بابا النرفزه دي يا بابا؟ انت تسكت خالص، انت السبب في كل اللي حصل، انت اللي جبت الزباله دي في بيتنا هنا ونيمتها فيه كمان. اسمها ليلى، ولادك مش عاجبني، تصرفاتهم مش عاجباني، وكل ده لازم يتصلح، فاهمه ولا لا؟ معلش يا ماما اتركني. ما بفهم ليه اوقات بتتفاجئوا او بتنصدموا من اللي بيقولوا هالرجال. ما هي حقيقته، الانسان بيكون على حقيقته لما يعصب، بس يكون رايق بيكون under control. تصبحوا على خير. خالد انت عن جد بتحب الاريم؟ خير؟ عايزك تعملي حسابك ان انا بكره هتصل بريم عشان نتغدى مع بعض احنا الثلاثة. ماشي؟ ماشي يا سيدي. بكره الصبح نظبطها بقى ان شاء الله مع بعض. يلا تصبح على خير. خالد؟ ها؟ ليه البابا بيكرهني؟ مفيش اب بيكره بنته. بابا بيخاف عليك عشان بيحبك قوي قوي قوي. يلا نام انت دلوقتي، وبكره ان شاء الله بعد الغدا هنقعد نتكلم براحتنا. فين البوسه الحلوه؟ تصبح على خير. Good night. شو؟ بعدك زعلان؟
هلا بتفوت تنام وبكره بتقوم تشوف حالك احسن وكلنا بنكون احسن. مش محرزه نزعل كرمال ريم. تعرف عموما نكمل ملامس ريم؟ مين خبرك؟ هي؟ هو قال لي قبل ما يموت. كان بيقول لي يعني ان ريم انسانه كويسه وكان عايزني اقرب لها واخد بالي منها. وهي كمان قالت لي بصراحه. يا عين، برأيك انه عادي وحده تحكي عن جوزها اللي مات هيك شيء؟ هيدي وحده بلا اخلاق. لا يا ماما الحكايه مش كده. ريم دي اصلها بنت غلبانه لا اصلها ولا فصلها. هيدي البنت انا ما بدي اسمع فيها ولا اعرف شيء عنها. واختك ما فيك تتغدى هي وياها، وانت ممنوع تحكي معها، فاهم؟ بليز خالد انا تعبانه بدي انام. سلمى صباح الخير ستنا. صباح النور. قلتي للشوفير يجهز السيارة؟ أكيد. خليه كمان يستأجر لي سيارة تانية ومعها هيك شي ثلاث أربع بودي جاردية. شو يعني هولي؟ سلمى بودي جاردية يعني حدا. مش الحال هي؟ مش الحال. طيب يلا روحي بسرعة. حاضر ستنا. قلتي لي أي ساعة رجع؟ شي 4 الصبح. أوف، وين كان كل هالليل؟ ما حكيت معه لما نوصل لمت حالي غافية. كتير صاير عصبي أشرفي كتير. خالد معه حق. صار لي 100 سنة بحكي وكل ما نحكي بنتخانق. أنت بتعرفي رأيي بهذا الرجال، أوكي؟ يكون رايح لعندها، ظاهر مش عم ترد عليه على التليفون. قص ايدي اذا ما جوزك راح لعندها وهددها وسمعها كلمتين بين على الوصله. فظيعه انت، يعني قديشك فتحه وذكيه مع التانيين، قديشك هبله وبريئه بكل شيء بيتعلق بجوزك. الو كيفك نجيبه؟ هيدا انا ريم. اهلا حبيبتي. عم تحكيني من لبنان؟ ايه عم بحكيكي من هون، واليوم طلع لعندك على الضيعه بدي اشوف ابو عبده وخلي اخواتي ينطروني بالبيت. ايه بس هلا بيكونوا بالمدرسه. بتجيبيهم من المدرسه نجيبه ماشي؟ اوكي. الله يستر. Thank you.
شو؟ واعي بكير مع انه ما لك زمان سربت. لازم اروح الشركة انا وخالد، هو صحي ولا لسه؟ صحي ولبس تياب وظهر بس ما قال لي لوين رايح. يا بدري كده. طيب اتصلي بيه وقولي له ان انا مستني في الشركة. رشيد، حكيتني ريم وقال جاي اليوم على الضيعة وأنا رايحة على المدرسة حتى أجيب رامي ورانيا حتى يستقبلوا أختهم. شو بعد بدها هي؟ بدك تعطيلهم المدرسة ليشوفوا أختهم؟ شو راح يصير يعني؟ إنه اليوم راح ياخدوا دكتوراه مثلاً؟ أنا رايحة بدك شي؟ عم بتخاطري كتير نجيبة. يكون بعلمك إذا تورطت بشي كبير أنا هالمرة مش رح ساعدك. هيك عم بتبادل اهتمامي فيك كل هالسنين؟ أنا ولا مرة طلبت منك تتورطي بشي مش إنساني وظالم نجيبة. بالعكس أنا وياك على طول منتخانق لأنه أنا بدي أعطي بدون تفكير وإنت عم تمنعيني بذر مصرياتي وطمع الناس والموظفين فيي. يكون بعلمك أنا مش رح وصخ اسمي كرمالك ولا رح حمل ضميري مقتل بنت صبية وأنا بحياتي مش إذي نملة. إيه ما تعطى الهم، ما رح أطلب منك شي، ما تخاف. حتى هون بالمعمل ما بقى رح تشوف صورة وجهي. ريم رح تدبر لي شغل، رح تفتح لي محل وأنا رح كون صاحبته. بخاطرك صبايا، بخاطركن رح اشتقلكن كتير. اتغيرت قوي يا خالد من ساعة ما وإيه دخل ريم دلوقتي في كلامنا بس؟ هو حد جاب سيرة ريم؟ ولا اللي على راسه بطحة بيحسس عليها؟ لو سمحت يا بابا، أنا ليا شخصيتي المستقلة وأنا اللي بختار حياتي. لا يا حبيبي، أنت ابن أشرف رياض، أي تصرف تتصرفه يبقى محسوب عليا، فاهم؟ شو يا جرينجو؟ شو آخر الأخبار؟ خالد وصل اليوم على لبنان، نروح على الشركة وبي وأشرف رياض. أخيراً؟ فأذن قبل ما يرجع يسافر مرة تانية ويروح هون ولا هون، إلا لما يسخل يتحدد لي موعد معه فوراً، بدي أخلص من الموضوع هيدا. لا يحسس يا بوس إنه بده يعذبنا على الولد. يكون هو الجاني على نفسه. جنشنونه. قولك بيعملوا له شيء؟ ما تخافي حبيبتي، هيتها جايه قويه ومحضرت له منيح. جنس انت جنس وشيلي لي عالجاي من الارض. دانيا؟ نعم. برومي لشوفي برومي. شو هالتياب الحلوين؟ ليش ما بتلبسيهم دايما؟ لك عفنه. لهم 3 سنين عندها. اشتغل انت شب منيح. يلا يلا شيلي لي هالجاي. شيلي. هاد المجرود. خلي بايدك. من هون كان هزي ملاحظه عم نقصني انت وياه.
شو بدنا نعمل هلا؟ بشو؟ بركي اجت لهون بدها تنتقم مني او منا. فشل كبير على بيتها. قوم نروح. لوين؟ شو بك خايف منها مثل الصوص؟ قوم نروح نستعملها شوف شو بدها. مشي. مشي هلا على السيارة. شو يا ست نجيبة؟ أي ساعة واصل الست ريم يا مديرة أعمالها؟ ها سكور الورد وشم ريحته